احنا هنتكلم في عجاله عن انواع الاي يو اس سكوب للديفرنت كومباني. احنا هنبتديهم بالترتيب الابجدي عشان ما نزعلش حد، هم كلهم جمال واصدقائنا، فاحنا مش هنزعل حد. احنا هنبتدي بالترتيب الفابيتيك. نبتدي بفوجي. فوجي في الحقيقه مش اول سنه تشترك معانا، فوجي على مدار سنين المؤتمر كلها متواجده وتواجدها اساسي في اي مؤتمر او اي اكتيفيتي. هي بتقدم الموست ريسنت اللي هو المنظار 580 يو ار و580 يو تي. اليو ار اللي هو الراديال واليو تي اللي هو اللينير. في الحقيقه الاثنين نيو جينيريشن، ده التاور بتاعه. طبعا واضح جدا الهاي ريزوليوشن اوف ايمجنج سواء في الكونفكس او الراديال، التيشو هارمونيك والكومباوند هارمونيك. والكومباوند هارمونيك بيدي حاجتين مع بعض، بيدي جود بنتريشن وجود ريزوليوشن ان ذا سيم تايم. طبعا في خاصيه الالاستوجرافي والكونتراست هارمونيك ايمجنج بتوضح الصوره وتخليها ادق ما يكون. الكيبورد فلات ليها تاتش. تاتش طبعا دي بتسهل اثناء الشغل، ما بقاش الواحد قادر يعمل مفاتيح ولا بتاع، فجاست التاتش الكيبورد تقدر تتحكم في الصوره. زي ما قلنا في راديال وفي لينير. احنا طبعا هنركز على اللينير اكتر لان هو اللي موجود في مصر وهو دايما اللي بنشتغل بيه. الاثنين بيتميزوا بهاي ريزوليوشن اوف اندوسكوبيك ايمجنج، حتى ما تقدرش تقول ان دي صوره اي او اس، لا ده صوره منظار عادي ابر اندوسكوبي عادي. الفلكسبيليتي بتاعت المنظار بتتيح لي وتسهل لي حاجتين، ان انا اقدر ابنتريت كويس قوي جوه ديودينم وذ سيفتي. الحاجه الثانيه بينقل الفورس بتاعت حركه ايدي للمنظار ككل، فده بيخليني اقدر احرك المنظار بسهوله واقدر اوصل بيه لاماكن قد يكون صعب عليا قبل كده. طبعا الوزن وايزي تو جريب، والموفمنت نفسها بتاعته وايد رينج اوف موفمنت زي ما حضراتكم شايفين. ده التركيب بتاع التيب. التيب ده اللي هي الـ طبعا ار راوند ديزاين، ده مهم جدا، دي بتقلل لي احتماليه البنتريشن والبرفوريشن. شورت ريج سيكشن برضو بيخلي احتماليه البرفوريشن اقل كتير قوي ان شاء الله. و التيشو انجري اقل كتير. زي ما انتم شايفين ده وايد رينج اوف التراسونيك بيم. الحركه طبعا 150 درجه اب 150 درجه داون، رايت وليفت 120. كل ده بيخلي المنظار اسهل في الـ في الـ في المانيبيليشن، اقدر اشوف بيه اسهل واقلل احتماليه الايه البرفوريشن. طبعا برضو الاف ان اي والاف ان بي الديفرنت نيدل كان باس ايفن وذ بيندنج اوف ذا سكوب، ده بيخليني اقدر اخد اف ان اي من اماكن كانت بتبقى زي الانسنت بروسيس بتبقى صعبه عليا في اوقات اخرى كتير. طبعا الليفر بيقدر يحرك لي الاف ان اي او وات ايفر اللي انا بخرجه بوايد رينج اوف موفمنت. ده بالنسبه لفوجي. نيجي اللي بعد كده، احنا ماشيين الفابيتيكال. الاولمبس. الاولمبس والله هو زي ما هو دايما بيعودنا ان هو فاريابيليتي، بيدي فاريابيليتي كتيره قوي للتايب اوف اندوسكوب، دايما انوفيتد. احنا بنتكلم على الاولمبس. اوليمبس البورتفوليو دايما بتاعه واسع، ايفن في الماشين بيدي هيتاشي بانواعها والوكا والكومباكت اوليمبس الجهاز بتاعه اللي هو اللايت سورس والالتراسونيك بروديوسر. احنا عندنا كذا نوع، احنا هنركز قوي على ال 180 يو تي سي 180، هو ده اللاست فيرجن بتاع اوليمبس. طبعا برضو زي ما احنا متعودين من اولمبس، التيب بتاعته البلانت، البرفوريشن بتاعتها اقل، الريجيد بارت قليل جدا، الكلاريتي بتاعت الصوره دايما متعودين من اولمبس على طول الزمن بده. نيجي بعد كده برضو بالترتيب بنمسك اخيرا البنتكس. البنتكس طبعا قصتنا معاه قصه طويله جدا، بيقدم السنه دي الجي 10. الجي 10 بانواعه طبعا زي ما احنا برضو قلنا
بنتكس معانا في كل المؤتمرات اللي فاتت واللي جايه لو ربنا ادانا العمر واداهم العمر. هم بيقدموا السنه دي الجي 10، الجي 10 بانواعه عندنا جي 10 يو ار اللي هو الراديال، وجي 10 يو وجي 10 يو تي ده اللي موجود عندنا في الوحده بتاعه القصر العيني اللي شغالين بيه. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الرينج اوف موفمنت بتاعته واسعه جدا جدا، سليم خالص يعني، برضو بيبقى انكلوبريشن مع الماشينز اللي هي النيبولاس والريتا كل ده بيدي انهانسد ايمج كواليتي، صوره مرسومه في الحقيقه يعني، انت بتشوف الصوره بتاعت بنتكس كانها مرسومه. التشانل طبعا برضو من الحاجات المميزه جدا جدا ليها، الوايد تشانل لو بيبقى 4 ملي، وده بيدي سهوله في الانترفنشن، في اللي انا بستخدم منظار بنتكس الجي 10 في الانترفنشن بيبقى منتهى السهوله. ده في عجاله سريعه جدا